أول لنعمل سمك بالملح بالفرن رح نحتاج لسمكة كاملة وثلاث أكواب من الملح الخشن، اثنين بياض بيض، واحد ليمون، ثلاث معالق كبيرة من الشبت، وكمان بدنا ثلاثة توم، وكمان بدنا ثلاث معالق كبيرة من زيت الزيتون، وبدنا ملح وفلفل. هاي كل المكونات اللي بدنا إياها لأول وصفة معانا لليوم، سمك بالملح في الفرن. أول حاجة عايزة اثنين بياض بيض، صح؟ اثنين بياض بيض. هنعمل بيهم إيه؟ هناخد دلوقتي البياض البيض اللي عندنا، الاثنين بياض بيض دول، هاخدهم وهخفقهم شوية، بس أنا مش عايزاه يبقى جامد، أنا عايزاه سوفت بيكس، اللي هو بس ينفش، بس مش اللي هو بينفش وبنقلبه تبع الكريمة، لا أطرى، عايزينه أطرى من كده شوية. طيب تمام، شوفي يعني أنا بس كده عايزة كده، هذا الشكل بالظبط. طيب دلوقتي عندنا السمكة بتاعتنا، أنا غسلتها أهو، نشفتها بالمناديل الورقية. أوكي تمام. طيب هنعمل إيه بقى دلوقتي؟ خلينا نجيب الطبق. هاتي الطبق. هناخد شوية من الشبت، هنحط جوه شبت. هنحشيه شبت، وهنحط له كمان ليمون وتوم وخلاص. اوكي مش هنحط بس حاجة تانية. بس وانا الليمون بحب احطه بقشره. جوه. يا عيني احلى شكل السمك يا غاده، هي بتنشحش بتشوفي. وهناخد كمان كام تومه شرايح، شرحات احسن صح؟ يا شرايح يا زي ما هي، بس مش مهروس يعني. مش مهروس. طيب بصي، هنحط شويه زيت زيتون هنا كده، ومن الناحيه الثانيه هناخد بقى الملح بتاعنا الخشن اهو. اوكي، وهفتحه كده واحطه على بياض البيض. هيك الطريقه. في مرات ناس بيحطوا للبياض للملح شويه اعشاب، بس بصراحه انا جربتها ما فرقش يعني، لانه كله بترميه في، يعني خلاص الملح رح يتكسر الملح كله، بترمي في الاخر. حطينا هنا بياض اثنين بيض وخفقناهم شويه لغايه ما بس عملوا كده رغوه، وبعدين حطينا الملح ولغايه ما يبقى الماء عشان نرطبه. صح. طيب شوفي، احنا دلوقتي بنغطي السمكه كلها بالملح، والطعم الملح ده كله ما بيبقاش ولا في اي حاجه في السمكه نفسها، يعني احنا بنحط للسمكه من جوه ملح لما نيجي ناكلها، من كتر ما هو ما بيبقاش فيها ملح. مش انها بتطلع سمكه مالحه، لا خالص خالص. ايه الهدف منها؟ زي ما قلت، النكهات كلها بتبقى محبوسة، محشورة، يعني كل نكهة السمك، العصارة بتاعت السمك، يعني التوابل أو مش التوابل، الأعشاب اللي احنا حاطينها، كله بيفضل جوه السمكة. هلأ غادة هيك بتضل تحبسي فيهم يعني، بتشدي. شوفي مش مهم الراس والبتاع ده والديلي وصلهم، ده مش مشكلة. شو بهمك انت؟ الجسم. اهم حاجة جسم السمكة. وهو يعني انت بالظبط زي تعملي لها مساج قاعدة. ايوه دلعت هالسمكة مسكينة، بس مش حاسة. احنا كده شايفة غطيناها تماما وضغطناها كده، وهناخدها دلوقتي يا ستي نحطها في الفرن على درجة حرارة 200، يلا 200 لغاية ما نص ساعة بالظبط. نص ساعة بالظبط. اوكي، وهي اللحظه الحاسمه، لحظه تكسير السمكه. شايفه لما حطيناه كان ازاي طري؟ مش معقول يبس كل الملح. خلاص كده، بس طبعا لازم ملح بحري صح؟ لا خشن، المهم خشن. شايفه؟ ما احلى منظر، وحتى البخار طالع على الكاميرا.